اي امرأة كتولد فهي قادرة انها ترضع الا تاقت بهذه المسألة، حيت بزاف تيقول لك ما عنديش الحليب، ما كيتشطنوا مع هذه المسألة ديال الحليب حتى كيهربوا الحليب، او حليبي ما كيشبعش. حليبي ما تيشبعش، وهي الحليب ديال الام ما كيشدش بزاف بالفعل، لانه هو شويه خفيف ماشي بحال الحليب ديال الصيدليه. الحليب ديال الام كان الا كنا كنديروا الرضاعه الطبيعيه خصنا على ساعتين في المعدل كنعطيو، عاوتاني الرضيع كنقترحوا عليه عاوتاني انه يرضع. والحليب ديال الصيدليه ديك الساعات كيشد لنا 3 ساعات، هذا هو الفرق ما بيناتهم جوج. ولكن حليب الام حتى شي حاجه ما كتعوضه، لانه كيزود الرضيع بالمناعه اللي كيكون باقي هو ما الا با انكور ديفلوبي، باقي هو ما طورهاش في الجسم ديالو، وما غادي يطورها حتى ابتداء من الشهر السادس. اذا 6 شهور الاولى زعما ما نكرهش ان العيالات يديروا واحد المجهود. اللي عطيتيها لاله، اللي عطيتيه واخا غير شويه وكملتي بالحليب الصناعي معليش، ولكن هذاك الحليب راه كتكون فيه البركه وتيستمد منه المناعه اللي محتاجها. نعم. طيب وحنا غادي نفتحوا لك لاله بطبيعه الحال الخط باش توصلي مع الدكتوره سناء العناني 05 22 77 24 24. قبل الولاده دكتوره، في هذيك المرحله ديال الحباله وخصوصا في الشهور الاخيره، المراه شنو خصها دير باش تساعد للرضاعه الطبيعي ويكون عندها الحليب؟ اولا الراحه مهمه جدا، خص التوازن في الاكل بصفه عامه. غادي نبعدوا على الحوايج اللي غادي يزيدونا في الوزن وغادي يزيدونا في الارهاق وغادي يصعبوا ربما الولاده على المراه على الجنين وعلى الطبيب اللي غادي يولدها. اذا غادي نتفاداو هذه المسائل وغنحاولوا ناكلوا متوازن. ناخذوا البروتينات بالانواع ديالهم كاملين، وخاصه السمك مهم، ولكن ماشي الاسماك اللي بحال الطون بحال ليسبادون بحال هذا، كيقدروا يكونوا شويه غنيين بالزئبق. نحاولوا نتفاداوهم في 3 شهور الاخيره ديال الحمل، وكذلك في اثناء الرضاعه نحاولوا نتفاداوهم. نركزوا على الحوت الابيض، كيكون مزيان ما فيهش مشكل. كيف قلنا البروتينات، خصنا الياف خضروات وفواكه بالتنوع ديالها، وخصنا الحبوب الكامله حتى هي غادي تزودنا بالطاقه من ناحيه، وبفيتامين ب من ناحيه اخرى اللي كيساعد على الحليب انه يطلع. نعم. طيب من بعد الولاده كتبدا المرحله ديال الرضاعه، وكاين ذاك الحليب الاولاني اللي حنا كنسميوه اللبه، واللي هو مهم جدا، ويقال بانه هو اللي كيعطي المناعه للطفل خصوصا في هذيك 40 يوم الاولى. دكتوره بالفعل هذاك ما خصناش نحرموا الرضيع منه، لانه واخا تتبان لها بان ما عندها والو، داك الشيء كيبان لها بحال اللون ديالو في شي شكل وخاتر، وهذاك راه ممتاز تيكون صفر، هذاك راه ممتاز جدا بالنسبه للرضيع، وبالفعل هو اللي كيعطي ديك المناعه الاوليه ديال الايام الاولى. وحنا كنعرفوا كيفاش كيكون الجنين زعما الرضيع عفوا كيكون الرضيع زعما هش دغيا الله يحفظ يقدر يجي شي ميكروب ولا هذا. وكنصح العيالات عافاكم منين تولدوا الرضيع ديالكم، منين تكونوا في الكلينيك ولا في خليوه في البلاصه ديال لا ماتيرنيتي. كيكون لان كيدخلوه للحجره اللي هما فيهم، كيجيو الزائرين، واحد هاز فيروس خاصه في هاد الفتره، لان كاين فيروس ديال لا غريب، كاين فيروس ديال كورونا، كاين بزاف ديال الفيروسات اللي دايرين في هاد الوقيته اللي واخا يقدر يتحملهم الشخص البالغ، ولكن صعاب على الجنين اللي باقى المناعه ديالو على قد الحال. اذا يشوفوه من الجهه جبارة كيشيروا ليه، ما كاينش ذاك البوسان وهذا فعلا، الناس ما خصهمش يتقلقوا. المغاربه عزيز عليهم انهم ذاك يقيسوا ذاك الجنين ويبوسوه، وربما يبوسوا له جبهته ولا هذا، وكاين اللي الطامه الكبرى انها تقدروا يبوسوا الجنين الرضيع باقي غير صغير فمه. فهذه عافاكم، معليش انك تقولي لا عافاك ما تبوس ليش ولدي ولا بنتي فمه، لان الميكروبات كلهم
كيدوزو ملي، والمناعه ديال 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 الطفل في ديك الايام الاولى راه كتكون على قدو. اه وتيكون باقي ما دارش الفاكسان. واحد المساله كاين اللي كيبوت حتى في اليديات، راه داك التربيه كتبقى دير يدها في امها يديها وهذا، وكتقدر تدخل الميكروب ولا هو جاي من الزنقه ما عرفش يديها شنو قاس فيهم، راه غير بواني هزيتي فيها بزاف ديال الميكروبات اللي انت ما عارفهمش ما حاش بهم، وتقدر دوزهم داك التربيه. طيب المراه في هذاك الاسبوع الاول دكتوره التغذيه ديالها كيفاش خصها تكون، شنو خصها تاكل، شنو اللي تبدا تدخل على مراحل؟ حنا كنعرفوا بان المراه الحامل المراه المرضع كيكونوا الحاجيات ديالها اكثر من قبل، لانها كتنتج الحليب، وداك الحليب راه كيحتاج واحد الطاقه، اذا كيحتاج ماكله اكثر، كيحتاج ما بين 400 سعرات حراريه حتى 1000 سعرات حراريه زايده على الماكله العاديه. فماشي معناها ان هذا كله غادي نزيدوه ماكله، فبالطبيعه المراه الحامل كتكون كتكون واحد النسيج من الدهون اللي كتستمد منه الطاقه من بعد فقدت الرضاعة. إذا هذاك 1000 من 400 ل 1000 ماشي كلها ماكلة، ولكن كناخذوا حتى شي شويه من داك المخزون اللي دار خلال فترة الحمل، لأن صدر بك كيدير شي حوايج سبحانك يا جليل، هو كيخزن شويه ديال الطاقة على شكل دهون اللي غتستمد منهم المرأة المرضع الطاقة منهم باش غتقدر ترضع داك الجنين ديالها وتنتج الحليب بواحد الكمية اللي هي زعما جيدة وقادة لذاك الوليد. كيفاش غادي ناكلو؟ خصنا ناكلو زعما بالعقل، اننا خصنا ناخذ واحد ثلاثه ديال الوجبات اكيد رئيسيه، وضروري اننا ندخلو دي بتيت كولاسيون، يعني وجبات مكمله ما بين الوجبات الرئيسيه. الوجبات المكمله نردو بالنا، راه ما غاديش ناخذو فيها قوه السكريات وهذا ما كاين حتى شي فائده، غناخذو فيها فواكه، غناخذو فيها مشتقات الحليب، يا جبن يا ياغورت، غادي ناخذو فيها ربما بحال دابا شي كيكه صوبتها في الدار، ولكن غنصوبها بالعقل، غادي نقص منها من السكر، نقدر نعوضو بفواكه، نعوضو ببنان ولا بالتفاح، غادي نقدر ندير فيها لافوان، دونك غادي نديرها صحيه شيئا ما، ونقدر ناخذها في ديك الوقيته ديال لاكولاسيون ديال ما بين الوجبات الرئيسيه. وفي الوجبات الرئيسيه ضروري ما يكون عندنا لحوم، ضروري ما يكون عندنا قطاني، ضروري ما يكون عندنا خضروات، فواكه واجبان. ضروري هادشي اللي المعاون، لانه الحاجيات كتكون اكثر اذا ما عطيتيش ما خديتيش داكشي كفايه في التغذيه ديالك، راه غتاخدي داكشي من المخزون. طيب بحال دابا الا ما خديتيش بروتينات كافيين غادي تولي اون فونت موسكولير، غادي نمشيو لدوك العضلات غنبداو تنهرسو فيهم دكدكو فيهم باش ناخذوا البروتينات اللي محتاجينهم حنا لذاك الحليب. طيب وشرب الماء؟ بغيت نسولك على الماء، حيت كاينه اللي كتاكل مزيان ولكن شرب الماء ديالها قليل جدا، واش هذه المساله ممكن تعطينا واحد المنتوج ديال الحليب اللي قليل واخا حنا كناكلو مزيان؟ اكيد الماء كيطلع الحليب. عرفتي تخيلي بحال عندك غبره الا ما خلطتيهاش بالماء شنو غادي تعطيك؟ ما غطلعش عندك غبره، راه هي ديك الماكله بحال تخيلوها راه غبره غادي تكون، وخصك ديري معاها ميها باش غتخلطيها وغادي تنتجي منها حليب اللي غادي تقدر تعطيه للجنين ديالك. اذا حاجيات المراه الحامل كيكونوا شويه اكثر في الماء. الا كنقولوا يطرونس بالنسبه لاي انسان زعما في فتره عاديه، فبالنسبه للمراه الحامل على الاقل واحد جوج يطرو ونص ولا ثلاثة يطرو ديال الماء في النهار. وغالبا ما المراه الحامل في الوقيته عفوا المرضع، شنو كنهضر كنذكروا الحوامل بزاف، المراه المرضع احنا في نفس السياق في الوقيته ديال الرضاعه كتكون كيجيها العطش. اذا تخلي حداها واحد شويه ديال كاس الماء ولا شي غورد ولا هذا حداها باش غتكون كتشرب في ديك الوقيته ديال الرضاعه. المكملات الغذائيه دكتوره في هذه الفتره هذه واش مهمه، وشنو هما الفيتامينات اللي ممكن ناخذهم كمكملات؟ مهمه ولكن ما نقدرش نقول لكم دابا شنو، لان خصنا تحاليل، خصنا نشوفوا شنو حاجيات المراه هاد السيده بالذات باش نقدروا نخرجوا لها مكملات غذائيه اللي ملائمه للحاله ديالها. ولكن ضروري ما تمشي عند الطبيب ويخرج لها مكملات غذائيه اللي غتعاونها في هذه الفتره ديال الرضاعه. علاش كنقولوا هذيك 6 شهور الاولى مهمه في الرضاعه على الاقل 6 اشهر؟ واش كلها للمناعه؟ هادشي اللي كاين على ود المناعه، لان
وعلى ود المناعه وحتى بالنسبه للمراه لان هادشي تيوقيها من السرطان الثدي مثلا، لانك قد اللي رضعات قد اللي النسبه ديال المجيء ديال سرطان الثدي كتقلال. اذا مزيانه ليهم بجوج. وبالنسبه للرضاعه قبل من 6 شهور جنين ما كيكونش عنده مازال المناعه ديالو ما كيبلور حتى كيفوت 6 شهور.